وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: إغاثة المحتاجين. وأريد أن أضع بين يدي هذا العنوان هذه المقدمة. أولاً، إغاثة المحتاجين ومساعدة الناس ليست أمراً مرتبطاً بالتشهي، أو ليست أمراً مرتبطاً بالمزاج، أريد أو لا أريد، أحب أو لا أحب، لا، إنما مساعدة الناس وإغاثة المحتاج فريضة ربانية وأصل أصيل من أصول هذه الشريعة المحمدية. ذاك أن كل عبادة لها بعدان: بعد تعبدي وبعد إنساني. فمثلا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا جميعا وأن يبلغنا رمضان بعد شهر وأيام إن شاء الله تعالى. نستقبل مثلا رمضان، الصيام هذه عبادة، عبادة الصيام فيها بعدان: بعد تعبدي، قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض، فنمسك عن الطعام والشراب والشهوة والجماع لمن كان متزوجا في نهار رمضان امتثالا لأمر الله، هذا جانب تعبدي. أما الجانب الإنساني، لا يكون الصائم صائما حتى يشعر بجوع الجائعين، وحتى يشعر بمسكنة المساكين. فمساعدة الناس وإغاثة المحتاجين أمر ليس مرتبطا بالمزاج أو التشهي، وإنما هو فريضة ربانية. وقد تسألني: من أين أتيت بهذا الكلام؟ أقول لك ما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم، قال تعالى: وتعاونوا، في سورة المائدة، على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فرتب الله عز وجل وعلق الفلاح بفعل الخير، أي إن ركوعك وإن سجودك وإن العبادات الشعائرية كلها أمر طيب، لكن لن تجد حلاوتها ولن تصل إلى مرتبة الفلاح حتى تفعل الخير. قال تعالى: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والطبع الإنساني أيها الإخوة الأكارم طبع فردي. الإنسان، ولا أتحدث عن المؤمن، لا أتحدث عن المسلم، أتحدث عن الإنسان، الإنسان بطبعه فردي، بطبعه فردي، والتكليف الرباني جمعي. فإذا انتصر الشرع على الطبع كان ثمن الجنة، وإذا انتصر الطبع على الشرع كان ثمن النار. فالمؤمن الحقيقي الذي استظل بمشكاة النبوة
يتنازل عن حظوظ نفسه امتثالا لأمر الله عز وجل حتى يذوق لذيذ مناجاة الله عز وجل، إن في صلاة أو في صيام أو في صدقة أو في صلة رحم أو من أفعال وأبواب الخير، لن يذوق حلاوتها حتى يشعر بمسكنة المساكين وحاجة المحتاجين. فإغاثة المحتاجين ليست أمرا مرتبطا بالمزاج، إنما إغاثة المحتاجين إنما هي أمر وفريضة ربانية. ولما لا؟ وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقان يحبهما الله، خلقان يحبهما الله، الله يحب هذين الخلقين، وخلقان يبغضهما الله. أما الخلقان اللذان يحبهما الله، السخاء والرحمة، السخاء والرحمة. وأما الخلقان اللذان يبغضهما الله، البخل وسوء الخلق. فمساعدتك الناس إذا أردت أن تذوق خشوعا في صلاتك، ساعد محتاجا وابدأ بأهلك. قال تعالى، والناس يحفظون هذه الكلمة وليست حديثا ولا آية، يقولون لك الأقربون أولى بالمعروف. هذه الجملة صحيحة لكنها ليست حديثا ولا آية قرآنية. أما الآية القرآنية، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كما في سورة آخر سورة الأنفال. قال تعالى أيضا في سورة الأحزاب: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إذن ابدأ بأقربائك. إنسان عنده ما شاء الله الشيء الخير الكثير، يتباهى أمام الغرباء، وأخوه فقير، أخته فقيرة، ابدأ بأهلك، ساعد أهلك، ثم بعد ذلك ابدأ بمن يتجاوز الأقربين. لذلك إذا أردت أن تحقق هذا المعنى، وإذا أردت أن تكسب مرضاة الله عز وجل، عليك أولا، أول شيء، أن تشعر بحاجة المحتاجين، وأن تعتقد جازما أن مساعدة الناس المحتاجين إن كانوا أقرباء أو غير أقرباء، إنما هي عبادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن عبادة الصلاة والصيام، وهذه العبادات الشعائرية. هناك عبادات قال العلماء تعاملية، وهناك عبادات شعائرية. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جامع مانع يختصر هذا كله، قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. ما أعظم هذه الكلمة. بعض الناس تقول له صلي 1000 ركعة ما في عنده مشكلة، قل له صم السنة كلها ما في عنده أي مشكلة، قل له نريد درهما أو درهمين من أجل فقير، من أجل مساعدة كذا، يغص ويتغير لونه ويقول لك الحقوق كثيرة والواجبات كثيرة وكذا. لماذا؟ لأن في الأمر إنفاقا للمال. فسيدنا محمد اللهم صل عليه بيّن لك في حديث يعتبر وحدة قياس، كما يقال ترمومتر لإيمانك، قال: الصدقة برهان. وكلمة الصدقة اشتقت من الصدق، لذلك قيل: إيمان بلا إنفاق نفاق. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ثم قال تعالى: وإن تتولوا. ما أعظم هذه الآية في آخر سورة سيدنا محمد اللهم صل عليه. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هناك شرط: ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إن استنكفت عن إغاثة المحتاجين وعن الإنفاق وعن المساعدة، الله عز وجل سيستبدل هذا الذي استنكف بآخرين، وهؤلاء الآخرون ليسوا كمن كان قبلهم، ثم لا يكونوا أمثالكم. ف
فنحن نسعى إلى إغاثة المحتاج وإلى مساعدة الناس، لأن مساعدة الناس عبادة وليست مرتبطة بالمزاج. ثانيا، لأن إغاثة المحتاج ولأن مساعدة المحتاج طاعة لله عز وجل وسبيل إلى مرضاته، وسبيل إلى مرضاته. حكيم بن حزام كان يقول: إن لم يطرق بابه سائل في يوم عد ذلك اليوم مصيبة. يعني يعتبر أن انقطاع الناس ويعني ذهاب الناس عنه حتى يطلب منه حاجة، اعتبر أن هذا الأمر مصيبة. ولنكن صرحاء أيها الإخوة، من يتحمل منا؟ الإنسان إذا جاءه سائل مرة مرتين أكثر غير مرة، قد يقول له: يعني لقد آذيتني، فلا يتحمل، يضيق ذرعا. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. الإنسان إذا كان يعتبر أن تصرفاته كلها مرتبطة بالله عز وجل وبمرضات الله عز وجل، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يضيق ذرعا أبدا، بل يتقرب إلى الله عز وجل بإغاثة المحتاجين. ولا تقل: أنا فقير وليس عندي. ليس هناك فقر مطلق وليس هناك غنى مطلق. يعني كل فقير هناك من هو أفقر منه، وكل غني والله هو الغني هناك من هو أكثر متاعا ومالا منه. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار، قال: ولو بشق تمرة. هذا الحديث لمن كان يملك تمرة واحدة يتصدق بنصفها. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وذكرت لكم مرة قرأت عن الأم تيريزا عندما سلمت جائزة نوبل للإحسان لعمل الخير، سألها أحد الصحفيين، قال لها: يعني هي نالت الجائزة، جائزة نوبل للإحسان، لأنها كفلت حوالي 20 يتيم. فقال لها هذا الصحفي، قال لها: ما قيمة 20 يتيم أمام بحر متلاطم من ملايين الأيتام في العالم؟ فقالت كلمة بديعة، قالت: أنا أعلم أن 20 يتيم، هؤلاء 20 يتيم أمام ملايين الأيتام، تعتبر نقطة في بحر متلاطم من ملايين الأيتام في العالم، فأردت أن أكون هذه النقطة التي تنفع البشرية. فسيدنا رسول الله يدعونا، لا تقل أنا ما عندي، كل واحد منا حتى طالب المدرسة إذا أخذ عطاءه، يعني خرجيته من أبيه، أخذ عطاءه وادخر شيئا منه وأنفقه في سبيل الله، عود أولادك على هذه الثقافة، ثقافة الإنفاق. أما الأب، بعض الصور المشوهة وبضدها تتميز الأشياء، وعندما نذكر القبيح حتى نعرف قدر الجميل، ولولا القبيح ما عرفنا الجميل. عندما أذكر هذه الصور القبيحة الأخلاقية حتى نجتنبها. بعض الآباء إذا رأى ولده ينفق، لا كذا، ثم يغص، لماذا؟ شجع ولدك على الإنفاق بابا. نعم، وإذا أردت أن تعطي فقيرا صدقة أعطيها لولدك، وقل له: بابا أنت اذهب أعطيه، حتى تربي فيه ثقافة اليد العليا، ثقافة فطيب بها نفسا. أما الآن والعياذ بالله، الولد سر أبيه كما قالت العرب. إذن إغاثة المحتاجين نحن نسعى إليها لأنها فريضة ربانية، ثانيا لأن إغاثة المحتاجين سبيل إلى مرضات الله عز وجل. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين أن الإنفاق وأن مساعدة الناس تكون سبيلا لدخول الجنة ولو كان الإنسان مقصرا في عباداته الشعائرية. وقد ذكر لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، قال: إني رأيت رجلا يتقلب في روضات الجنة بغصن شوك نحاه عن طريق الناس، بغصن شوك نحاه عن طريق الناس. ما قال عن طريق المؤمنين، ما قال عن طريق المصلين، ما قال عن طريق المسلمين، قال عن طريق الناس
صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثالثا وأخيرا، إن إغاثة المحتاجين، ترك إغاثة المحتاجين أمر مذموم، ترك إغاثة المحتاجين أمر مذموم. ولقد ذكر الله عز وجل أولئك الذين يستنكفون عن مساعدة الناس وعن إغاثة المحتاج، قال عنهم: ويمنعون الماعون. والماعون هنا المقصود به المعونة. قال تعالى: مناع للخير معتد أثيم يكره الخير للغير. فلماذا لا يكون المؤمن محبا للخير للغير؟ أما قرأنا قول الله عز وجل في سورة ياسين، هذه سبحان الله القصة كلما وقفت عندها تعجبت. أين نحن من هذه النماذج الرائعة لحب الخير للغير؟ كلنا قرأ في سورة ياسين عن أولئك الذين أرسلهم الله عز وجل إلى تلك القرية، فانقطع وانحبس المطر عند إرسال هؤلاء الرسل، فقال أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، إن وجودكم وإن إرسالكم يعني صادف بلغتهم انقطاع المطر، فأنتم نذير شؤم ونحن تطيرنا بكم، تشاءمنا. قالوا: طائركم معكم، من أنتم؟ قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر القصة. المهم قتلوا هذا الرجل وأدخل الله عز وجل هذا الرجل الجنة. فقال تعالى: قيل ادخل الجنة. أرجو أن نقف عند هذا المقطع. هذا الرجل قتله قومه وأدخله الله عز وجل الجنة. أنت يعني تشتهي وتتمنى وتتنغص كما يقال الخير لمن أحسن إليك، أما من قتلك وأما من أساء إليك. فلما أدخل الله هذا الرجل الجنة، قيل ادخل الجنة، فماذا قال الرجل؟ أول كلمة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني تمنى الخير للغير. أين نحن من هذه الثقافة؟ بل إن الله عز وجل لما ذكر لنا الشهداء في سورة آل عمران، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح، قال: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير ترد على أنهار الجنة تقول: من يبلغ عنا إخواننا؟ فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات. قال تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يتمنون الخير لإخوانهم، من يبلغ عنا إخواننا. فالذي يترك إغاثة الملهوف وإغاثة المحتاج وقع في هذه الخصلة البذيئة: مناع للخير معتد أثيم. لذلك قالت العرب: أسعد الناس من أسعد الناس. وقرأت وأنا أحضر للخطبة أن أعظم علاج للاكتئاب وما أكثره حتى عند الطبقة المتعلمة والطبقة التي تملك المال، وما أكثر الاكتئاب والحزن والانطواء والهم والغم، وهذا كله بسببه، معظمه سببه البعد عن الله عز وجل. المهم، أعظم وأسرع وصفة للعلاج دون أن تبذل يعني المئات الآلاف والعيادات النفسية والأضواء الخافتة والدكتور يستمع إليه وحركات هذه، أبدا. أعظم علاج للاكتئاب أن تساعد الناس فقط. لذة ليس بعدها لذة، تشعر بمتعة لا يمكن أن أصفها لكم حتى تذوقوا حلاوتها. فمن أراد أن يكون في سعادة عليه أن يسعد الآخرين. ولا بأس أن أذكر بأمر هام جدا: إياك أن تبطل، إياك أن تبطل عملك، إياك أن تفسد عملك. وفقك الله لعمل خير لأخيك، لأختك، لغريب، لإنسان، إياك أن تعيره، إياك أن تقول أعطيته، إياك أن تقول كذا، إياك ثم إياك، لأنك تفعل هذا ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما البعض
يساعد أخاه مثلا، أنا أعطيتك وأنا أعطيتك وأنا، من أنت حتى تعطي؟ أنت مستخلف في المال. قال تعالى وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ولدك سيخلفك في المال وأنت خلفت أباك أو جمعت المال، ثم دائرة هكذا، نحن مستخلفون في نعم الله. فإياكم، حذاري وحذاري أيها الإخوة الأكارم، أن يقع أحد منا في هذه الخصلة الخطيرة، أن تبطل عملك بالمن والأذى. فبادر اليوم إن شاء الله تعالى، عاهد الله عز وجل على أن تساعد دون أن تتكلم، دون أن تتكلم. المحسن الكبير والمحسن الصغير، قال تعالى يعني إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني فنعم ما هي. إذا أردت من خلال إبدائك الصدقة أن تشجع، إذا كان الرجل تاجرا وكان غنيا، وأحيانا يعني تاجر واحد يضع مبلغا من المال أمام أترابه وأصدقائه أفضل من 100 خطيب جمعة يتكلم ويحض الناس. لماذا؟ لأن أترابه يغارون، فيكون هذا في مصلحة الفقير. قال الفقهاء لا بأس في ذلك إن أراد أن يشجع الآخرين على الإنفاق وليس من أجل التباهي. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما أعظم هذه الآية. ثم قال تعالى والله بما تعملون خبير، على وزن فعيل من صيغ اسم الفاعل المبالغة، أي إن الله خبير، يعرف من الذي أنفق المال حتى لو كان درهما، حتى لو كان درهما. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية. وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، واسألوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. بارك لنا فيما بقي من رجب، وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد بما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. يا رب أنزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرؤوا. يا مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارفعهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم ارفعهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية برحمتك يا رب العالمين. وأعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء